المقصود أن من كانوا يأخذون العلم عن العلماء في الحلق، حلق العلم في المساجد، فإن طول ملازمتهم للعلماء تكسبهم أدبا وسمتا، هو نتاج وثمرة هذا الأدب وهذا التحلي الذي يشير إليه الشيخ هاهنا. أما الأخذ عن الكتب مباشرة أو عن المواقع الآن بأنواعها، فإنها في الغالب تفتقد إلى هذه الناحية في أخذ السمت. ليس العلم مجرد معلومات، وإنما سمت العالم وأدبه وما يلاقي به غيره وما يلاقي به أهل العلم ممن قبله أو ممن يعاصره في عرض قوله وعرض مذهبه. هذا كله مما يستفيده الطالب من شيخه إذا تأدب بأدب العلم وأخذ عن شيخه الموثوق هذا السمت وهذا المنهج وهذا الأدب. نعم.